وينضم إلينا من ديالى الأستاذ رعد الدهلجي، وهو النائب عن ديالى ورئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية. أهلا بك أستاذ رعد. بداية، عودة هذه الأحداث، عودة الخطف، عودة الجثث المجهولة الهوية إلى ديالى، على ماذا يدل؟ بعد التحية التقدير لك سيدي الكريم ولا مشاهدين هذا المنبر الكريم. حقيقة في الآونة الأخيرة شهدت محافظة ديالى البعض من الاستقرار الذي يتوق للكثير، والتي كان يامل للجميع لأن يكون هناك رصيص أمل في استقرار أكثر. لكن أعتقد أن هذا الأمر لا يروق لبعض الجهات التي كانت تعتاش على عدم استقرار الأمني لمحافظة ديالى، وكذلك التي كانت تعتاش على الخطف والقتل. لذلك أعتقد أن خلال الأيام القليلة الماضية عادت مراحل الخطف والقتل وكذلك حتى القصف في بعض المناطق الآمنة في محافظة ديالى. لذلك طالبنا السيد رئيس مجلس الوزراء أن يتابع هذا الملف شخصيا وأن يدعم القادة الأمنيين، اللي اليوم للمرة الأولى خلال السنوات الماضية هناك اتفاق ما بين القادة الأمنيين وهناك انسجام ما بين القادة الأمنيين. طالبنا بأن يكون هناك دعم لهذه القادة، وكذلك هناك عودة للقوات الأمنية خارج هذه المحافظة، لأنه اليوم حقيقة الأمر يرعب أهالي محافظة ديالى بسبب عودة الخطف وعودة المجهولة في بعض الأقضية المحافظة، وكذلك عدم الاستقرار الأمني في الأماكن. نعم سيد رعد، أنت أكدت بأن عودة هذه الأعمال الإجرامية يقف وراءها مصالح شخصية تتحكم في المحافظة. أي مصالح شخصية تؤدي إلى هكذا أعمال في المحافظة؟ أنا كنت واضح سيدتي الكلمة في البيان بأن هناك بعض الجهات التي لا يروق لها بأن تستقر هذه المحافظة التي عانت الأمرين خلال هذه السنوات الأخيرة، من خطف، من تهجير، من تفجير مساجد، من قتل على الهوية، من قصف في الهاونات في بعض المناطق الآمنة عندما كان هناك استقرار للأمن لبعض الشيء وإلى مستوى مقبول أو أكثر من مقبول، وصل إلى مستوى جيد. بعض الجهات والعصابات الإجرامية الخارجة عن القانون التي تعتاش على الفوضى لا يروق لها هذا الاستقرار، لذلك قامت بتطبيق أجنداتها أو أجندات بعض الجهات التي تعمل على تغيير الديموغرافي هذه المحافظة، فعادت من جديد بأن تعمل في خلخلة الأمن. لذلك على الكل أن يقف وقفة جادة مع هذه المحافظة، وكذلك نحمل القائد العام للقوات المسلحة أن يلتزم الملف الأمني شخصيا ومتابعته بشكل شخصي للقضاء على هذه العصابات الإجرامية أو ما تبقى لكي ينعم أهالي محافظة ديالى ببعض من الاستقرار الذي لا تعلم حلمت به خلال سنوات طويلة. نعم، ولكن هل تعتقد فعلا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي ربما هذا الأمر بين يديه؟ هل هو فعلا يستطيع إيقاف هذا الإجرام الذي يحدث في ديالى، أم أن الموضوع ربما خارج عن سيطرته؟ يعني شو سيدتي الكريمة، إذا كان يستطيع ولا يقدم فهذه كارثة، وإذا كانت خارج عن إطار سلطته فالكارثة أعظم. أنا أعتقد أنه يوم أمس كان الصوت قد وصل إلى السيد القائد العام للقوات المسلحة وخطى خطوات إيجابية حقيقية من خلال اجتماع المجلس الأمني الوطني، وهناك صدرت بعض القرارات التي تخص ضبط الأمن في محافظة ديالى، وهذا جيد، هذا دليل على أنه بدأت بغداد تنتبه أو تقترب بما يحصل في محافظة ديالى. هذه الخطوات إذا ما عززت بأجهزة أمنية مهنية وعززت بقوات أمنية الخارجة من محافظة ديالى بأن تعود إلى هذه المحافظة لكي تستقر محافظة ديالى، وأنا أعتقد أن محافظة ديالى استقرارها يعني استقرار العراق، واستقرار العراق يصدر وينشأ وينبع من محافظة ديالى. لذلك علينا الاهتمام بهذه المحافظة لكي تستقر، لكي يعم هذا الاستقرار إلى كل العراق، بسبب أن هذه المحافظة هي عراق مصغر لجميع مكوناته ومذاهبه وقومياته. ماذا عن مجلس المحافظة أستاذ رعد؟ يعني ربما ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس المحافظة في إنقاذ ديالى وربما منع عودة زمن تنفذ الميليشيات فيها؟ سيدي الكريم، حتى نكون صريحين بشكل واضح للسادة المشاهدين، مجلس محافظة ديالى مغلوب على أمره في بعض الأمور، وخصوصا الأمور الأمنية، وفي بعض الملفات والملف الأمني تقريبا هو مغلوب على أمره فيه. لذلك يحتاج مجلس المحافظة إلى دعم أكثر. مجلس المحافظة يتابع هذا الموضوع، لكن كثير من قرارات مجلس المحافظة أو توجهات مجلس المحافظة لا تسمع ما
بغداد. لذلك على بغداد ان تعي هذه الامر وان تدعم نفس محافظه ديالى وتدعم الحكومه المحليه في محافظه ديالى وتمنع عوده الميليشيات والعصابات الخارجه عن القانون التي تحمل السلاح خارج اطار الدوله، تمنعها من العوده في هذه المحافظه لكي يكون يعمل استقرار وتعود هذه المحافظه الى بر الامان الذي لطالما ابتعدت كثيرا عنها وحلمت كثيرا بعودة يوما من الاستقرار تعيش به آمنة. نعم. ماذا عن الدور القوات الأمنية أستاذ رعد؟ يعني هل تعتقد أنه في الفترة القادمة أيضا سنشهد للقوات الأمنية نفس الدور، وهو ربما الابتعاد نوعا ما وغض النظر نوعا ما عن كل جرائم الميليشيات في هذه المحافظة؟ سيدتي الكريمة، أنا أتكلم بكل صراحة، عندما كان هناك غض نظر من القوات الأمنية كنا نتكلم بشكل واضح وصريح على غض نظر القوات الأمنية، لكن اليوم بدأت القوات الأمنية بمتابعة العصابات الإجرامية وهي قريبة جدا على المجتمع أهالي محافظة ديالى. لذلك يجب أن نستثمر هذا التقارب ونعمل على تصفية هذه العصابات والقضاء عليها. القوات الأمنية تعمل بشكل جيد لكن أكيد ليست بالمستوى الذي نسمح له جميعا. لذلك علينا أن نقف صفا واحد مع القوات الأمنية، ويكفي اضطراب في هذه المحافظة، ويكفي قتل ويكفي تهجير وتفجير وخطف. السيد رعد الدهلجي النائب عن ديالى ورئيس لجنة الهجرة والمهاجرين النيابية، كنت معنا من ديالى، شكرا جزيلا لك.